حلقة جديدة من برنامجكم سوشيال ستار. ضيفتي اليوم هي شابة دخلت المجال ويب من هادي عامين، مؤثرة ويوتيوبرز مولوعة بالجمال والموضة، وهاد الولع كنشوفو حتى في الاسم ديالها. يلا معايا نتعرفوا على مرايا. مرايا، مرحبا بك معايا في برنامج سوشيال ستار. ميرسي رانيا، ربي يخليك. دابا كيف ما كنعرفوا انت مشهوره على مواقع التواصل الاجتماعي سواء انستغرام او يوتيوب، ولكن حنا بغينا دابا نتعرفوا على شكون هي مرايا اللي ما كنشوفوهاش من خلال الشاشه ديال الانستغرام. مرحبا. الوغ مرايا بنت من مدينه الدار البيضاء، بنت عاديه، قريت يعني من مورا درت في القرايه ديالي سيونس اكسبيريمونتال، خديت البكالوريا ديالي، من بعد قريت في لا سبيسياليتي لانفورماتيك، درت انجينيور اون انفورماتيك، قريت لمده 5 سنوات. من بعد بيان سور خدمت لمده 3 سنوات. من بعد فكرت كان عندي ديما ميول وكان كيعجبني هذا الميدان ديال اليوتيوب، سورتو كنت كنتفرج بزاف في لي يوتيوبرز، لا الامريكيين لا الفرنسيين لا ديال المغرب، وكنت ديما اتيري بار هاد لو موند وكيعجبني نبارطاجي سواء في البيوتي سواء في الفاشن، وقلت علاش لا ما نتجهش لهذا الميدان حيت شي حاجه اللي كنت كنفكر فيها بزاف وكانت كتعجبني. دوكو حني حبست من الخدمه، قلت هذا هو الوقت المناسب فين انا نتجه لهذا الشيء اللي كيعجبني، وصافي بديت فحال هكذا. ودابا راه مده 2 سنوات وانا كندير البلوكين. المتابعات ديالك يقدروا يشوفوا معايا ياخذوها العبره ديالهم او المثال ديالهم، وتا هما يتشجعوا يقولوا علاش ما حنا ما نتخلاوش على الخدمه ونتوجهوا لهادشي ديال اليوتيوب والانستغرام. ولكن هو ماشي دائما تكون مضمون ان الانسان غادي يولي مشهور وغادي يولي يربح من هاد المواقع التواصل. لا، عندك الحق، هي يعني فيها شويه ديال المغامره. خاصك شويه يعني خاص شي حاجه اللي تكون فريمون باغيها، كتحس بانك غتقدر تعطي فيها، كتغامر واحد شويه، ولكن بيان سور خاصك تغامر بعقلانيه. يعني كيف ما قلت لك خاصك يكون عندك واحد الحاجه دو كوتي. يعني بحال دابا انا كيما قلت لك كنخدم اون فريلانس، شفتي بانه قادر ان يعني تخدم اون فريلانس، يعني تدخل واحد المدخول و اون ميم طون يعني تكون في البلوغين او في اليوتيوب، مزيان. شفتي انه يعني ما يمكنش يعني تقدر تغامر غير واحد المده قصيره، ولكن من بعد الا بان لك لي ريزولتا ماشي هما هذوك ترجع للخدمه ديالك. يعني انا ما كنصحش الناس انهم يتخلاو على الخدمه ديالهم ويديروا البلوغين ولا يديروا اليوتيوب. بيان سور الا قدرتي توفق ما بيناتهم بجوج سي سي تري بيان، الا ما كنتيش تقدر وكنتي حاس ان شي حاجه اللي باغيها بزاف تقدر تغامر شويه فحال اللي درت انا. انت كنعرفوك انك مهتمه بالموضه وباللباس ديالك، ولكن بزاف كيتسائلوا منين كتجي معايا دوك الفلوس باش تشري هذوك الحوايج اللي كتبان بهم في الانستغرام، سورتو انك ماشي كاع الحوايج ديالك من لي كولابوراسيون. هو بالنسبه يعني الاطلالات ديالي في الانستغرام نقدروا نقولوا 50% فيها كيكونوا دي كولابوراسيون، تيكونوا مع ماركات مع مواقع اللي هما كيكونوا هذوك يعني دي كولابوراسيون باش كتلبس هذيك الاطلاله وكتقول من عند من. الوغ بالنسبه ل 50% الاخرى هذاك هو لا باسيون ديالي. انا من قبل ما نبدا يعني في البلوغين يعني كيعجبني الموضه، كيعجبني نتبع الصيحات الاخرين، يعني شي حاجه اللي كتعجبني بزاف من قبل ما نبدا هادشي انني يعني يكونوا عندي قطع اللي هي كتواكب الموضه. ولكن كيف ما قلت لك بيان سور بالنسبه باش انك يكون عندك اطلالات، كيكونوا اطلالات كثيره في انستغرام وتقدر انهم هذيك الاطلالات كاملين يكونوا يعني في اخر صيحات الموضه، لا ضروري خاص يكونوا لي كولابوراسيون، سينو زعما بزاف بزاف على الشريان. لاحظنا في شهر رمضان اللي يلاه داز ان لي بلوغوز او المشاهير الويب سورتو البنات كانوا كيتعرضوا بزاف للفطور، وكنشوفهم دايرين لنا عرض ازياء خلال هذوك الفطورات اللي كيكونوا معرضين ليهم. وهذا رمضان شفنا ان كانت واحد الموضه ان لي يوتيوبرز او المشاهير الويب بخصوص البنات كانوا دايرين لنا عرض للازياء الجلالب باك الله، كل نهار كنشوفكم لابسين جلابه في شكل، وحتى بالماكياج كديروا فول ميك اب واخا في النهار ديال رمضان. شنو رايك في هذا الشيء او شنو التعليق ديالك؟ لا ضروري من الانتقادات كيجيو، سورتو كيف ما قلتي في شهر رمضان. هو بالنسبه للميك اب بحال دابا انا ملي تيكون عندي فطور ولا يعني على الرده ديال الفطور، الميك اب كنديرو
جوست افون يعني قبل، يعني هذاك الميك اب ما تمشي به حتى شي بلاصه، كنتجه به يعني الفطور، يعني كيكون كنديرو قبل الفطور كنتجه به نيشان الفطور، يعني هذاك ما غيمكنش انت يعني اوسي كتبغي تاخذ دي فوتو بوغ انستغرام وداكشي. وكيف ما قلت لك الانتقادات ضروري منهم سوا في رمضان سوا في رمضان. غادي نسولك بما انك انت محبه للمكياج واللباس ولي سوان، الا خيرناك انك تحافظي بحاجه وحده اما المكياج او الحوايج او لي سوان دو فيزاج، شنو تحيدي وشنو تخلي؟ السؤال صعيب صعيب بزاف. نقدر نقول لي سوان، واخا انا كيعجبني المكياج بزاف ويعني الملابس حتى هما نقدر نقول لي سوان من بعد منهم الملابس، المكياج نديرو هو الاخر. لي سوان حيت ضروري، الاعتناء بالبشره، الاعتناء الا ما كانش العنايه بالبشره ما كانش ما غيكون حتى شي حاجه. معايا انت تبارك الله عليك زوينه ما شاء الله، ولكن شفناك انك مؤخرا مشيتي درتي واحد عملية تجميل صغيره ما نقدروا ما نسميوهاش عمليه، انك نفختي الشفايف ديالك لانك ما كنتيش راضيه على الشكل ديالهم. هاد التجربه هضري لنا عليها، واش كتفكر انك تعاوديها ولا لا؟ الوغ بالنسبه للفيلر اللي كنت درت للشفايف ديالي واللي كنت بارطاجيت لا فيديو في يوتيوب، الوغ هذيك سيتي قبل ما نبدا البلوغين ولا قبل ما نبدا يوتيوب، وانا كان عندي مشكل ديال ان اللثه ديالي سورتو الفوقانيه كانت ملي تنضحك كتبان بزاف، يعني ما كيبقى يبان والو في الشفه الفوقانيه، وكان هذا المشكل يعني ما كانش كيعجبني بزاف. وسيتي بلوس ماشي بوغ افوار دو فوليوم، حيت كيف ما كتشوف في دابا زعما ما كاينش شي فوليوم ولا هذا، سيتي بوغ كاشي باش نغطي هاد اللثه اللي كانت كتبان. وملي كنت نيت اتجهت عند الطبيب المختص وداكشي، هادشي اللي كنت طلبت منه. ماي الا جاك واحد العرض او اون كولابوراسيون ديال انك دير عمليه تجميل مقابل انك تاخدي واحد المبلغ مالي كبير، مثلا نفخ شفط شي حاجه عمل شفط؟ لا انا ما عندي ما تشفط. انت تقبلي ولا عمليه؟ حيت هادو ما كيتعتبروش عمليات. يعني عمليه تدخلي البلوك اوبيراتوار وديري عمليه؟ ما عرفتش يعني دابا المستقبل، دابا حاليا لا ما نقدرش، حيت انا راه خوافه، راه لدرجه في الفيديو راه كانوا شافوها البنات منين كيدير لي يعني الميدسان لي زانجيكسيون ما كنشوفش، كيقول لي حلي عينيك ما قادراش نشوف، يعني خوافه. دونك ديجا هذاك لو با ديال باش ندير الفيلر راه عامين ولا ثلاث سنين وانا تنفكر فيه. بعيدا على القناه وعلى الانستغرام، هذه الفتاه الجميله فين هو الحب في الحياه ديالها؟ الحب مع المكتب مع يعني مع الوقت ان شاء الله، علاش لا؟ دابا ما كاين حتى شي علاقه؟ لا دابا ما كاين والو. دونك اخر سؤال لمرايا او مجده، شنو الطموح ديالك او شنو كتفكري ديري المدى القصير والمدى البعيد؟ الوغ في المدى القصير والبعيد هما نفسهم، انني تبقى عندي ديما هاد لابيش، انني نحافظ على المحتوى اللي بديت به النهار الاول، انني سورتو نقدر نوفق ما بين يوتيوب وانستغرام حيت شي حاجه اللي كنلقى فيها صعوبه بزاف، وانني علاش لا نزيد ننجح في هادشي اللي كندير ونزيد نتقدم فيه. ايوا نتمنى لك ماري مزيد من النجاح وتكون عندك ملايين المتابعين سواء في الانستغرام او اليوتيوب. وهكا نكون وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا لانك لبيتي الدعوه وشكرا بزاف. شكرا ل 360، ميرسي.